فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندما كنت في سن الشباب أخذت بعض المال من الناس بغير حق. عندما كنت في سن الشباب أخذت بعض المال من الناس بغير حق، والآن أنا في حيرة من أمري لأني لا أعرفهم، فكيف أصنع وأرد هذا المال إلى أهله؟ نعم، إذا كنت لا تعرفهم ولا يمكن إيصاله إليهم فتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه وأنت تتخلص منه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.